السلام عليكم، أنتم تشاهدون قناة مساعدة العملاء من زين، حيث تحصلون على مقاطع الفيديو الخاصة بخدمة العملاء للإجابة عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم. هل تواجه مشكلة في خدمة موبايل برودباند عبر أنظمة ماك أو ويندوز 7؟ إذا ما كنت تعاني من هذه المشكلة، فإنه يتعين عليك ترقية برنامج تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك تفضل بزيارة www.sa.zain.com ثم اختيار خدمة البرودباند من القائمة الرئيسية، ثم قم باختيار الدعم والمساعدة، ومن ثم قم باختيار التحميل، ومن ثم يتعين عليك أن تقوم بتحميل الملف واتباع التعليمات. يمكنكم مشاهدة المزيد من فيديوهات مساعدة العملاء عبر صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/zainworld. وإذا كانت لديكم أي استفسارات، فما عليكم سوى اختيار المساعدة، ثم أرسلوا إلينا استفساراتكم أو الشكوى أو طلب الخدمة التي ترغبون بالحصول عليها.